ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تعالوا نحل مع بعض الهوم ورك بتاع الجلايكوليسيس وكريبت سايكل عشان نشوف ايه الغلطات اللي وقعنا فيها ونظبط الدنيا في الحته دي. الجلايكوليسيس هابند انسايد ايه؟ احنا عرفنا ان عمليه الاوكسيديشن اوف جلوكوز او السيلر ريسبيريشن معظم الخطوات اللي هي الخطوتين، الخطوه رقم 2 ورقم 3، احنا عندنا كام خطوه؟ 3 خطوات، خطوه اسمها الجلايكوليسيس في الاول، وبعد كده خطوه اسمها كريبت سايكل، وبعد كده خطوه اسمها الكترون ترانسبورت تشين، ودي مش خطوه، دي تعتبر ازاي بننزع الطاقه من الناد والفاد اللي هم الهيدروجين كارير. الجلايكوليسيس كانت هي الخطوه الوحيده اللي بتتم خارج الميتوكوندريا. والجلايكوليسيس كنا خدنا ان هي الاوفر اول ايكويشن بتاعها ان عباره عن واحده جلوكوز بتتكسر لاثنين بايروبيك اسيد، واحده سي 6 اتش 12 او 6 بدون اي وجود اي حاجه، بتتكسر الاثنين بالنص كده سي 3 بس اتش 4 بس او 3، حاجه اسمها حاجه 2 بايروبيك اسيد. وعرفنا ان بيطلع معاهم 2 اي تي بي كدايركت انرجي، وبيطلع معاهم ناقص 2 هيدروجين هنا، هيطلعوا على شكل 2 ناد اتش اللي هو الهيدروجين كارير هيشيلهم. وعرفنا ان الناد اتش دي كمان ان هي المفروض ان كل واحده ناد اتش في الالكترون ترانسبورت تشين هتطلع لي 3 اي تي بي. دي كده الاوفر اول ايكويشن بتاعت الجلايكوليسيس. هو بقى السؤال بيقول ايه؟ هو الجلايكوليسيس حصل فين؟ احنا اولا عارفين ان الجلايكوليسيس دي الخطوه الاولى في السيلر ريسبيريشن، ودي حصلت بره الميتوكوندريا في حته في السيتوبلازم السايتوسول، يبقى السيتوبلازم صح، او لو جاب لك في الامتحان سايتوسول برضه صح، الاثنين صح. ان جلايكوليسيس سيلر ريسبيريشن وان مولوكيول اوف جلوكوز بروكنج داون انتو تو مولوكيول ايه؟ لسه كاتبينها ايه؟ بيتكسر ليه؟ هو ده السؤال اللي بيجي دايما. هو في الجلايكوليسيس الجلوكوز بيتكسر الاثنين ايه؟ الاثنين ماليك اسيد ولا بايروفيك اسيد؟ لا، اثنين بايروفيك اسيد. ولازم تعرف البايروفيك اسيد هو عباره عن سي 3 اتش 4 و3. وطبعا فاكر لما كان الجلوكوز بيتكسر الاثنين بجل او الاثنين بجل بيكونوا جلوكوز، كانت هنا الاتش كام؟ 6. مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا. بيقول لك جلايكوليسيس كونسيوم ايه؟ لازم اللي تعرف كويس قوي ان الجلايكوليسيس عشان يبتدي، خدنا في اولى ثانوي ان في حاجه اسمها اكتيفيشن انرجي، كنا ساعتها الناس اللي كانت معايا كنا بنسميها دوسه البنزين، اللي هي الطاقه الاولانيه اللي بتحتاجها ايه؟ كيميكال رياكشن عشان تبتدي. فبما ان الجلايكوليسيس دي اول كيميكال رياكشن بتتم في عمليه السيلر ريسبيريشن، فاكيد محتاجه شويه طاقه. كام طاقه بتستهلكها الجلايكوليسيس عشان تبتدي؟ بنستخدم 2 اي تي بي، وهي المفروض على فكره ما بتطلعش 2 اي تي بي بس، المفروض ان هي كانت بتطلع 4، بس احنا ما نقدرش نكتب 4 لان في 2 اوريدي مستهلكين في الاول، فبنكتب الاوفر اول ان هي خرجت 2، مع ان المفروض هي خرجت 4 اي تي بي دايركت، بس احنا بنكتبها 2 عشان في اوريدي 2 استهلكناهم في حاجه اسمها الاكتيفيشن انرجي. طيب احنا قلنا برضو لازم تعرف برضو ان عمليه الجلايكوليسيس دي بتتم من كذا خطوه، مش من خطوه واحده، بتتم من خلال ان الجلوكوز بيتحول لجلوكوز 6 فوسفيت، والجلوكوز 6 فوسفيت بيتحول لفركتوز 6 فوسفيت، والفركتوز 6 فوسفيت بيتكون. هل الكلام ده كله احفظه؟ لا مش مهم، بس اقراه، لان برضو بيجيب لك في ما بين السطور كده شويه اسئله، لان في قبل ما بيتكون البيروفيك ده بيتكون كومباوند اسمه البيجال. البيجال ده فاكرين كنا خدناه فين في المنهج عشان نربط المنهج ببعضيه؟ البيجال ده كان ميلفين كيلفين جاب سيرته لما كان ميلفين كيلفين عمل التجربه بتاعته ساعه ما كنا بناخد في يونت 1 الفوتوسينسز. وميلفين كيلفين اثبت ان نوت ذا فيرست ستيبل كومباوند فورمد فروم فوتوسينسز از جلوكوز، بس في كومباوند قبليها اسمه بيجال، وكل اتنين بيجال بيتحدوا مع بعض عشان في الاخر يدوني جلوكوز. يبقى اذا بجلد دي جت في منهجنا هي مرتين، مره ان هي بتتكون البجل قبل ما يكون البيروفيك اسيد، لان كده كده البجل ده ان ستيبل كومباوند لازم بيتحول لحاجه او بيتقلب لحاجه وراه على طول. البجل ده لو تفتكره كان عباره عن سي 3 اتش 6 و3. كان البجل ده بيظهر فين، او الكلمه دي ظهرت فين في منهجنا؟ في حتتين، في الفوتوسينسز وهنا في السيلر ريسبيريشن. فبيقول لك هي انتجت فين؟ ايه الحتتين اللي في منهجك؟ احنا قلنا ساعتها في البجل احنا الجلوكوز كنا خدنا ان هو بينتج في اللايت رياكشن ولا في الدارك رياكشن لو تفتكروا. احنا قلنا كان ساعتها لما كنا بنعمل مقارنه ما بين اللايت رياكشن والدارك رياكشن، قلنا ان في 3 منتجات بيطلعوا في اللايت وفي 3 منتجات بيطلعوا في الدارك. تعال نسترجع الحته دي مع بعض. كانت اللايت رياكشن بتتم فين؟ فاكرين كانت بتتم في الجرانه. انما الدارك رياكشن كانت بتتم فين؟ في الاستروما بتاعت الايه؟ الجرين بلاسيد او الكلوروبلاست. في اللايت رياكشن كان بيطلع لي 3 كومباوند، ايه هم؟ اللي هم اهم حاجه الاوكسجين اللي بيطلع يجري، وكان بيطلع كمان مجموعة ناد دي بي اتش 2. فاكرين ناد دي بي كان هنا الهيدروجين كان اسمها ناد دي بي اتش 2 اللي هم بينطوا على الدارك رياكشن، وكمان شوية اي تي بي. وفي الدارك رياكشن كان اهم كومباوند بيطلع اللي هو الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6، وكمان كان فيه شوية مية، وكمان لما كان بيتكسر الاي تي بي كان بيتحول لاي دي بي. بس ميلفن كيلفن اثبت ان الجلوكوز مش بيتم من خطوه واحده في الاستروما، او مش بيطلع على طول في الاستروما، ده بيطلع قبليه 2 بجل. والاستروما يبقى هي اول حته ظهر فيها البجال فين؟ في الخليه، في الاستروما بتاعت الايه؟ الجرين بلاستيد. يبقى البجال اتكون في الجرين بلاستيد استروما،
والبجال هنا كمان اتكون فين؟ في السيتوبلازم اوف ذا سيل بتاع اي خليه بقى، نباتيه او حيوانيه. يبقى ظهر البجال عندي في منهجي في حتتين، في الجرين بلاستيد، في الاستروم بتاعت الجرين بلاستيد في يونت 1، وظهر كمان البجال في السيتوبلازم بتاع كل الخلايا اللي في الدنيا اذا كان انيمال او بلانت في السيتوسول بتاعها. فهو انا بيسالك البجال دي ظهرت فين؟ سايد ايه؟ او انشات فين في منهجك؟ هل في الاستروما ولا في الجرانولا؟ اللي احنا عارفين ان هي في الاستروما. هل في الاستروما من الميتوكوندريا؟ هي في الاستروما صح، بس مش في الميتوكوندريا، لان كده كده الجلايكوليسيس هي اللي طلعت البيجال، والجلايكوليسيس ما اتعملتش في الميتوكوندريا، اتعملت في السيتوبلازم. يبقى في الاستروما اند سيتوبلازم اللي هي السيتوسول، ايوه هي دي الحتتين اللي ظهرت فيهم البيجال في منهجي. ظهرت في يونت 1 في الاستروما بتاع الجرين بلاستيد في الدارك رياكشن، وظهرت في السيتوبلازم في الجلايكوليسيس في يونت 3. يعني هو هنا بيربط لك ما بين يونت 1 وما بين يونت 3 بكلمه بيجال، اللي هي ظهرت كانترميديت كومباوند قبل ما يظهر البيروفيك اسيد هنا. يعني في شويه معلومات بس نعرفها من الانترميديت اللي هو حصل عشان يطلع البيروفيك. في شويه معلومات ان هي استهلكت 2 كارب 2 اي تي بي، ان هي في حاجه اسمها بيجال ظهرت قبل ما يظهر البيروفيك اسيد. دايما بيجال ده بيظهر قبل حاجات كده وبعد كده بيتحول لحاجه ثانيه. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. The oxidation of one glucose molecule in the presence of oxygen. ماشي، يبقى دي الاكسديشن اوف جلوكوز. During the aerobic respiration، لو في اكسجين اللي هو الكائنات الحيه العاديه اللي هي الانيمال والبلانت والهيومن، بيطلعوا كام اي تي بي؟ احنا عارفين طبعا الاوفر اول ايكويشن بتقول لي ان كل واحده جلوكوز بتتكسر بتطلع لي 38 اي تي بي، دي محفوظه. طيب during the glycolysis of four molecule of glucose كام اي تي بي مولكيول will be produced؟ احنا عارفين ان كل واحده جلوكوز في الجلايكوليسيس بيطلع كام اي تي بي؟ بيطلع 2 اي تي بي. فهو بيسالك لو عندي 4 جلوكوز هيطلع لي كام اي تي بي؟ 2 في 4 ب 8 اي تي بي. هو ما بيسالنيش هنا ايه اوفر اول، هو بيقول لي اي تي بي يعني دايركت. لو كان بيقول لك اوفر اول كان موضوع تاني، لان الجلايكوليسيس بتطلع كمان 2 ناد اتش، وكل واحده ناد اتش ب 3، يعني 2 في 3 ب 6. بس هو ما جابش سيره دايركت واندايركت، كتب لك اي تي بي، وهو قصده هنا دايركت على طول. كام اي تي بي هي؟ انا عندي كل واحده جلايكوليسيس بتطلع لي 2 اي تي بي، يبقى لو عندي من كل واحده جلوكوز. طب لو عندي 4 جلوكوز، الاربعه دول هيعملوا 4 مرات جلايكوليسيس، وكل مره جلايكوليسيس هتطلع لي كام اي تي بي؟ 2. يبقى 2 في 4 بكام اي تي بي؟ هيطلعوا دايركت 8. هو ما قالكش دايركت ولا اندايركت، يبقى على طول قصده دايركت، فما ما قالكش اوفر اول. بايروفيك اسيد اوكسيدايز تو استايل جروب، امتى البايروفيك اسيد بيخش يكمل ويخش على الميتوكوندريا، او بيخش على يكمل كريبس، مرحله كريبس؟ احنا قلنا الشرط الوحيد ان البايروفيك اسيد يكمل مرحله كريبس ان هو يشوف اكسجين، ان هو يشوف ان الخليه دي عايشه، ان الخليه دي مش بتاعه بكتيريا او فنجاي، لان لو بتاعه بكتيريا او فنجاي يبقى هيخش بدل ايروبيك ريسبيريشن هيخش على حاجه اسمها انيروبيك، ودي الحصه الجايه هنشرحها. انما هو لو شاف اكسجين على طول بيروح ايه؟ بيروح داخل على الميتوكوندريا ويروح عامل عمليه اسمها كريبس سايكل. انزك عشان يكمل عمليه الاكسديشن اوف جلوكوز، ما هي دي اسمها اكسديشن، يعني محتاجه اكسجين. ان ذا كونفرجن اوف بايروبيك اسيد انتو استايل جروب، دي اللي هي اسمها المرحله اللي احنا سميناها البريباراتوري ستيج، بس كتاب الوزاره بيكتب لك الستيج بيفور كريبس. فبيقول لك عشان يحضر نفسه، فاكرين لما كان بيحضر نفسه ازاي؟ كان البايروبيك اسيد بيخسس نفسه، بيقل من 3 كربونات لكربونتين عشان يكون حاجه اسمها استايل جروب، وبعد كده بيدور على حد يشيله عشان يركبه على دور الكريبس، اللي هم الشرطين اللي كريبس حطهم له، انك تخس وتشوف حد يشيلك عشان يدخلك الدوره بتاعتي. فالبايروبيك اسيد بدل ما هو سي 3 اتش 4 و3، اول حاجه بيعملها ان هو بيخس، يعني بيفقد كربون دوكسيد عشان يتحول لكومباوند فيه 2 كربون اسمه ايه؟ استايل جروب. والاثنين كربون استايل جروب بيلاقي كوانزيم اسمه كوانزيم ايه كحامل ليه عشان يدخله كريبس. بيقول لك ان ذا كونفرجن اوف بايروفيك اسيد انتو استايل جروب ذا ناد مولكيول سفر فروم ايه؟ احنا الناد ايه؟ احنا قلنا ان في البريباراتوري ستيج دي لقينا في 2 ناد اتش خرجوا. طيب 2 ناد اتش دي يبقى ايه اللي حصل للناد؟ الناد هنا عمل ايه؟ هل اكتسب اكسجين ولا اكتسب، ما هو اتحول من ناد لناد اتش؟ عمليه اكتساب هيدروجين في الكيمياء بتسميها ايه؟ ما احنا عارفين ان زياده اكسجين بنسميها اوكسيديشن، وزياده هيدروجين بنسميها ريدكشن. يبقى الناد هنا حصل له ايه؟ الناد هنا كسب هيدروجين، يبقى حصل له ريدكشن. طالما هو اكتسب هيدروجينات يبقى اي كومباوند لما بيكتسب ده كده حته كيمياء مش حته بيولوجي خالص. ايه اللي حصل للناد لما بيتحول من ناد لناد اتش؟ طبعا ده هنا اكتسب هيدروجين، يبقى حصل له عمليه ريدكشن. هو نفسه حصل له ايه؟ عمليه ريدكشن. لان اكتساب هيدروجين عكس اكتساب اكسجين، عملها لكم كده في الكيمياء، قال لك اي حاجه بتكتسب اكسجين بنسميها اوكسيديشن، اي حاجه بتفقد اكسجين او بتكتسب هيدروجين بنسميها ريدكشن. الهيدروجين دايما عكس الاكسجين. ذا دايركت اماونت اوف بي تي بي، هو بيقول لك دايركت اهو.
produced by oxidation of pyruvic acid before intercrypts يبقى دي البريباراتوري ستيج. يبقى كام دايركت اي تي بي طلعت، كام دايركت اي تي بي طلعت في البريباراتوري ستيج قبل ما يخش كريبس؟ زيرو، لان انا عندي اللي طلع 2 ناد اتش، ودول كده لو عرفنا ان ناد اتش دي حاملات طاقه بس دايركت ولا اندايركت، اندايركت بعد كده كل واحده بتتحول ل 3 اي تي بي في الالكترون ترانسبورت شين. لما هم نفسهم هل هم دايركت ولا اندايركت؟ طبعا دول يعتبروا اندايركت. سوري ثانية واحدة معلش يا شباب اللي قطعت معانا، نكمل مع بعض. كنا وصلنا لغاية سؤال 32، فهو بيسألك بيقول لك كام دايركت اي تي بي بيخرج في البريبراتوري ستيج. احنا عارفين في البريبراتوري ستيج اللي هو البيروفيك اسيد بيجهز نفسه بيخرج لنا 2 ناد اتش. احنا عرفنا ان ناد اتش دي دايركت ولا اندايركت اي تي بي؟ دي اندايركت. يعني هو بيسألك كام دايركت اي تي بي خرج في خلال المرحلة، هو ما بيسميهاش بريبراتوري ستيج، قلت لك هو بيسميها الستيج بيفور كريبس اللي هي المرحلة التحضيرية. طبعا ما فيش دايركت خرج، زيرو. The number of ATP molecules that are result indirectly، هو عايز بقى indirectly على شكل ناد يا فاد، كام خرج على شكل ناد وفاد اتش from the conversion of molecule of pyruvic acid into acetyl group اللي هي المرحلة التحضيرية، كام indirect ATP خرج؟ احنا عندنا 2 ATP خرجوا اللي هم 2 في 3 ب 6 ATP indirect. What is the number of NADH compounds that are derived from two cycles of citric acid؟ لو دورة كريبس، ما هي دورة كريبس دي بنسميها اسمين، يا citric acid cycle يا إلا كريبس cycle. لو كريبس لف لفتين، إحنا عارفين إن كل لفة لكريبس بتطلع لي كام؟ الـ overall بتطلع لي في كل لفة واحدة بتطلع لي 1 ATP زي ما إحنا حافظين، و3 NADH، و1 فاد H2. فبقول لك لو لف لفتين، انا عندي 3 ناد اتش في كل لفه، لو لف لفتين هيطلع لي كام ناد اتش؟ هيطلع لي 6 ناد اتش. ماشي، هنا بيسالك بيقول لك ان الفاتي اسيد، كان في الرسمه بتاعه الكريبس سايكل بيقول لك ان البروتين والفاتي اسيد بيخشوا على طول على الاستايل، على شكل استايل جروب، ما بيحضروش للمرحله التحضيريه، بيخشوا على شكل 2 كربون على طول. دي كده بتطلع الاجابه دي منها منين؟ من الكريبس سايكل، من الرسمه بتاعت كريبس، ان هم الفاتي اسيد والبروتينات بيخش على طول على السيل الريسبيريشن من خلال 2 كربون اسمهم الاستايل جروب. The amount of ATP that is result directly from the, directly يبقى عندي كلمه directly يبقى خبر كلمه direct، يبقى انا عايز ATP ATP that complete oxidation of two glucose molecule. طب ثانيه واحده، خلينا في واحد جلوكوز وبعد كده اضربها في 2. كل واحد جلوكوز during كريبس سايكل انسايز الميتوكوندريا زي، لا ده السؤال ده كده ايه، في كذا حته، في كذا تاخد حته كده تاخد بالك منها. انا عندي ايه؟ عندي 2 جلوكوز مش جلوكوز واحده. تعالى نعمل في جلوكوز واحد ديورنج كريبس، جلوكوز واحد هيلف كريبس كام مره؟ الجلوكوز الواحده قلنا هيطلع لي 2 بايروفيك اسيد اللي هم هيطلع لي 2 استايل جروب، يبقى هيلفوا كريبس مرتين. واحنا عارفين ان كل واحده كريبس بيطلع لي دايركت اي تي بي كام؟ 1 اي تي بي. يبقى الجلوكوزات كامله هتطلع لي كام اي تي بي؟ لفتين، يبقى هيطلعوا لي 2 اي تي بي دايركت. كل واحد الجلوكوز هتحرق هتطلع لي 2 اي تي بي، بس انا عندي كام جلوكوز؟ 2 جلوكوز، يبقى 2 في 2 ب 4 جلوكوز، ب 4 اي تي بي كدايركت. All the following are from the intermediate compound، ده برضه طلعها من الصوره بتاعت الكريبس سايكل. مين هم الثلاثه الانترميديت كومباوند اللي هم بيتنططوا في كريبس؟ عارفين ان السيتريك اسيد اللي هو 6 كربونات بيتنطط على شكل 5 كربونات، ادي اول واحد، وبعد كده 4 كربونات 4 كربونات، وسميناهم ايه الثلاثه انترميديت كومباوند دول؟ سميناهم ده كان كيتو جلوتيريك اسيد، وده ساكسينيك اسيد، وده ماليك اسيد. فبيقول لك ادي الساكسينيك وادي الماليك وده كيتو جلوتيريك، مين اللي في دول ما يعتبرش من ضمن الانترميديت؟ الاوكزالو اسيتيك اسيد اللي هو اللي فوق خالص ده، اللي هو 4 كربونات اللي بيستقبل 2 كربون بتوع الاستايل جروب وبيتحول لاسيتيك اسيد، دول ما بنعتبرهمش انترميديت كومباوند. اما الثلاثه التانيين دول بنعتبرهم انترميديت كومباوند. والغلط من الكريبس سايكل كله على بعضه في الاخر ان هو التنطيط ده كله ايه لازمته؟ عشان كل ده من خلاله بيطلع لي شوية طاقة زيادة جوه الخلية. When Krebs cycle make one turn، لو كريبس لف لفة واحدة، كام ATP molecule is formed directly؟ احنا عارفين ان كل لفة من كريبس بتطلع لي كام ATP direct؟ 1 ATP direct من كل لفة كريبس. The formation of citric acid، citric acid ده اللي هو لما الأوكزالو أسيتيك اللي هو 4 كربونات بيتحد مع الاثنين كربون بتاع الأستايل جروب بيكون لي 6 كربونات اسمهم 6 كربونات اسمهم citric acid. فبيقول لك the formation of citric acid 6 مرات. 6 مرات يعني اللفه لفت 6 مرات. يبقى ده evidence of كام جلوكوز انتر، يعني اللي لف كريبس 6 مرات كام جلوكوزات لف كريبس 6 مرات. انا عارف ان الجلوكوزات الواحده تلف كريبس مرتين، ف
فالسؤال ده يعني ملفوف بيلفه لك. طب لو كريبس لفت 6 مرات يبقى ده معناه كام جلوكوز دخل؟ 3 جلوكوز دخل، لان كل واحده جلوكوز بتلف الكريبس مرتين. The oxidation of 2 molecules of glucose produce كام ATP؟ عموما احنا عارفين ان كل واحده جلوكوز بتتكسر بتطلع لي 38، طالما هو ما قالكش دايركت ولا اندايركت يبقى بنتكلم في الاوفر اول وخلاص. كام ATP بقى عموما كده؟ كام ATP من كل تكسير 2 مولكيول اوف جلوكوز؟ يبقى 38 في 2 بكام؟ ب 76 اي تي بي هيخرجوا في الاخر دايركت واندايركت مع بعض، 38 في 2. ماشي. كريبس سايكل دازنت نيد اوكسجين، واحنا عرفنا السؤال ده بيجي كتير قوي في الامتحان. كجيف ريزون ليه كريبس سايكل ما بيعتمدش على الاكسجين ولا حتى الجلايكوليسيس بيعتمد على وجود الاكسجين؟ الاكسجين ما ظهرش غير في اخر مرحله خالص في الالكترون ترانسبورت تشين. ليه؟ لان كل احنا قلنا في الاول ان عمليه هنا اوكسيديشن اوف جلوكوز ما بتعتمدش على اضافه اكسجين للجلوكوز، بتعتمد على نزع هيدروجينات والالكترونات اللي هيستقبلهم الهيدروجين كاريرز اللي هم الناد والفاد، وطبعا السيتوكرومز هم الالكترون كارير. فهو بيسالك ليه كريبس ما اعتمدش على وجود الاكسجين؟ because all the hydrogen removed from او released during this stage are accepted by the NAD و FAD اللي هم الهيدروجين كارير. because it happened in aerobic؟ لا طبعا. because it happened aerobic and anaerobic؟ لا. because it happened inside the mitochondria؟ مالهاش علاقه. because all the hydrogen get out during oxidation process is received by hydrogen carrier. هي دي الاجابه المظبوطه، ان هنا كل الهيدروجينات اللي خرجوا during oxidation، لان كلمه oxidation هنا معناها نزع هيدروجين او الكترون مش معناها اضافه اكسجين. بيقول لك the important of Krebs cycle is ايه؟ احنا قلنا في الاخر كده التنطيط ده كله ايه لازمته؟ to produce more energy. بيقول لك during aerobic cell respiration the ratio between the coenzyme NAD و FAD اللي خرجوا من واحد جلوكوز ايكوال كام؟ احنا لما جينا قسمنا التقسيمه بتاعتنا عرفنا ان في الاول خالص في الجلايكوليز هناخد كل واحده جلايكوليسيس وكريبس، ما هو دول اللي خرجوا الانرجي. الجلايكوليز خرجت لي كام؟ عايزين نعمل ريشيو ما بين ناد وفات. الجلايكوليز طلعت لي 2 ناد، ما طلعتليش فات خالص، ادي واحد طلعت لي 2 ناد اتش. وفي كمان البريباراتوري ستيج ما تنساهاش اللي هي قبل كريبس، البريباراتوري ستيج كمان طلعوا لي 2 ناد اتش، وكريبس اللفه الواحده طلعت لي 3، يبقى الجلوكوز هيلف لي لفتين ب 6 ناد اتش. يبقى انا كل الناد اتش اللي خرجت لي في تكسير واحده الجلوكوز 10 ناد اتش. طب بالنسبه للفاد، احنا خدنا ان الفاد ما جابتش سيرتها غير في كل لفه كريبس بيطلع لي واحد فاد، فالجلوكوز لما يتكسر هيلف لي كريبس مرتين، يبقى هيطلع لي كل اوفر اول 2 فاد اتش 2، يبقى بنسبه 10 ل 2 صح، او بنسبه 5 ل 1 صح. مين في دول جاي؟ هو مين ذكر الاسم الاول؟ النادي الاول، يبقى بنسبه 5 ل 1 مش 1 ل 5. مش بيقول لك if it is possible to stop the reaction of Krebs on the formation of succinic، لو انت قدرت توقف الكريبس عند مرحله السكسينك اللي هي المرحله اللي هي ايه؟ اللي هو الاوكسالو اسيدك 4 كربونات اتحول لستريك 6 كربونات، وبعد كده اتحول ل5 كربونات وتحول ل4 كربونات، وقف هنا. لو قدرت توقف العمليه هنا ارجع بقى للصورة ساعتها وشوف السؤال عايز ايه بقى. And releasing the energy from the coenzyme، وقدرنا ناخد من الكوانزيمز اللي هم الناد والفاد the number of ATP that are result indirectly from one molecule of pyruvic acid. لو pyruvic acid هي يعني لفة واحدة، one molecule of pyruvic acid، لا pyruvic acid دول عندنا كام pyruvic acid؟ 2 pyruvic acid. لو واحد بقى molecule of pyruvic acid، لو واحد molecule of pyruvic acid يعني واحد بس سي 3 اتش 4 و3، ما هو الواحد ده هيديني واحد بس استايل جروب. فلو وقفت العمليه لغايه هنا كام اي تي بي مولكيول از اندايركت بروديوس؟ تعالوا نرجع للرسمه. ادي يا شباب هو بيقول لك لو انا قدرت اوقفها عند ساكسينك، انا جبت لك الصوره اهو عشان نحسبها مع بعض. طيب مبدئيا كده عشان اوقفها عند الساكسينك بيقول لك لو عندي واحد بايروفيك اسيد، انا هنا بيقول لك ان 2 بايروفيك اسيد، ناخدها من اول بايروفيك اسيد، هو بيقول لك 2 بايروفيك اسيد جايين من من الجلوكوز. هو بيقول لك لو عندي واحد بايروفيك اسيد بس، اذا كان الاثنين بايروفيك اسيد في البريباراتوري ستيج بيطلعوا لي 2 ناد اتش، يبقى اكيد واحد بس هيطلع لي واحد بس ناد اتش، يبقى اكيد في البريباراتوري هيطلع لي واحد ناد اتش. انا عندي واحد بايروفيك اسيد بس مش 2، يعني مش هيتحولوا لاثنين استايل جروب، هيتحولوا لواحد بس، يعني واحد هيتحول لواحد، فطلع لي هنا في البريباراتوري واحد ناد اتش. وبعد كده الاستايل كو ايه ده هيخش يعمل يطلع لي كام اندايركت كمان؟ في واحده هنا طلعت اهي من بين الستريك وما بين الكيتو جلوتريك، واحده كمان طلعت ناد اتش ما بين الكيتو جلوتريك والساكسينك. هو بيقول لك انا وقفتها هنا، بيقول لك ادي اهو، يبقى عندي هنا واحده ناد اتش، وهنا عندي واحده ناد اتش، وهنا في البريباراتوري ستيج واحده ناد اتش، وهيطلع لي كام اندايركت؟ 3 ناد اتش، يعني 3 في 3 ب 9
ATP. يبقى نختار رقم 9، هي لفة شوية بس فيها فكرة حلوة. السؤال اللي بعده بيقول لك the coenzyme receive hydrogen in each of the cytosol and the mitochondria is A. مين اللي هو مشترك، اللي هو خد استقبل، هو خد بالك ان كله كل الشغل مين اللي عمله؟ الناد بلس. الفات ده ما ظهرش غير في الميتوكوندريا بس، في اخر مرحله اللي هي بتاعه كريبس كمان. يبقى مين المشترك ما بين السيتوبلازم واللي هو استقبل هيدروجينات في السيتوبلازم؟ طبعا في الجلايكوليسز، يعني قصده في الجلايكوليسز مين اللي طلع؟ ناد اتش 2 طلع لي ساعتها، طلع 2 ناد اتش، طلع 2 ناد اتش في الجلايكوليسز، وطلع لي طبعا في كتير قوي في الميتوكوندريا من خلال كريبس وبريبراتوري ستيج. الفات ما ذكرناهوش بس غير في اخر مرحله في الايه، في كريبس سايكل. The number of ATP molecules that are produced from ATP molecule electron transport chain and result from oxidation of glucose molecule is كام؟ كام خرج ATP molecule from the electron transport chain؟ طبعا احنا عارفين ان الالكترون ترانسبورت تشين دي هي العمليه اللي بنحول فيها اللي هو الاندايركت اللي هم بتوع الناد والفاد. يبقى كام ATP خرجوا من الاندايركت عموما؟ احنا عارفين ان في 34 من ال 38 اندايركت واربعه بس دايركت. احنا حافظين الاربعه الدايركت دول، اتنين منهم طلعوا في الجلايكوليسز في الاول خالص، وكل لف الكريبس طلعت لواحد جلوكوز، يعني جلوكوز طلعت لواحد اي تي بي دايركت. يبقى اللفتين طلعوا لي اربعه، سوري اللفتين طلعوا لي اتنين كمان في كريبس، يبقى اتنين واتنين اربعه. يعني كده ال 38 لو حبيت اقسمهم هنقسمهم لايه؟ الاربعه دايركت و34 اندايركت، على شكل ايه؟ على شكل 10 ناد اتش زي ما قلنا و2 فاد اتش 2. ال 10 في 3 ب 30 و2 في 2 ب 4، يبقى فعلا ال 34 صح. وفي 4 دايركت اي تي بي، 2 منهم في الجلايكوليسز، وكل لف الكريبس بواحده والجلوكوز بيتلف الكريبس مرتين، يعني 2 و2 4 دايركت و34 اندايركت. فهو بيسالك بيقول لك الكترون ترانسبورت شين اللي هي اندايركت، اللي هي استخلاص الطاقه من الناد والفاد، بتطلع لنا كام اي تي بي؟ 34 اي تي بي. ATP molecule is produced inside all the following except A. من اللي انت درسته بقى الـ ATP خرج فين؟ هل الـ ATP خرج في السيتوسول؟ اه خرج في السيتوسول، في السيتوبلازم، في الجلايكوز خرج 2 ATP صح. هل خرج في الميتوكوندريا؟ اه والله خرج في كريبس سايكل 2 ATP كل لفة بواحدة. هل خرج في الجرانا ولا في الاستروما؟ خرج في الجرانا ولا الاستروما. الـ ATP ده كان من ضمن الحاجات ده كده بيمسك ما بين يونت 3 ويونت 1 تاني. عارفين الـ ATP كانت من ضمن الحاجات اللي خارجة في اللايت ولا في الدارك رياكشن؟ في اللايت اللي هي في كين، في الجرانا، يبقى برضه ظهر في الجرانا. انما الاستروما ظهر فيها اي دي بي، يبقى مين كل دول ظهر فيهم اي تي بي ما عدا مين؟ ما عدا الاستروما. The obese graph illustrates some product of aerobic respiration. Which of the following is formed during glycolysis and Krebs cycle respectively؟ مين في دول رسم بياني يوضح لي الجلايكوليسز وبعد كده الكريبس؟ هو انا عامل لك ايه؟ اتنينات اهم، وهنا كاتب لك النمبر اوف ريزلتنج مولكيول. هنا ايه؟ الاخضر اي تي بي، والناد احمر، والفاد ازرق. انا عايز ايه؟ الجلايكوليسز. هو انا عارف ان الجلايكوليسز بتخرج لي، الجلايكوليسز خرجت لي 2 اي تي بي وخرجت لي 2 ناد اتش، يبقى انا خرجت لي حاجتين. انما الكريبس طلعت لي ايه بالنسبه للاي تي بي والناد والفاد؟ الكريبس طلعت لي وحده اي تي بي و3 ناد اتش و1 فاد اتش 2. يبقى مين في دول يعتبر بتاع الجلايكوليسز؟ الاثنين واثنين، 2 اي تي بي 2 ناد اتش. الاي تي بي اخضر وناد اتش احمر، اخضر واحمر 2 و2 فين؟ اللي هي رقم 2 دي كده تعتبر هي بتاعت الايه؟ الجلايكوليسز. 2 هما 2 اهم، 2 اخضر اي تي بي و2 احمر، يبقى دي كده بتاعت الجلايكوليسز. طب وكريبس؟ 1 و3 و1، 1 اي تي بي، ادي 1 اي تي بي اللي هو الاخضر، 1 اي تي بي اهو في ده وده، 1 و3 ناد اتش، يبقى هو ده كده بتاع كريبس. طب والبريبراتوري ستيج؟ لو كان سألنا على البريبراتوري ستيج، البريبراتوري ستيج ما طلعتليش غير 2 احمر اللي هم ناد اتش، يبقى دي كده البريبراتوري ستيج او الستيج بيفور كريبس. ماشي. ريلايز ذا فولونج افتر كوريكس اندر لاين وول اوكسيديشن اوف وول مولكيول اوف جلوكوز ديورنج ايروبيك ريسبيريشن، طلع لي كمان تمام طبعا 38 اي تي بي. ذا جلوكوز مولكيول برودوسد ذات توتال انرجي 38 انسايد ذا ميتوكوندريا، لا احنا عارفين ان انسايد ميتوكوندريا كام اي تي بي هيخرجوا؟ هيخرجوا 36 اي تي بي. اشمعنى 36؟
مش في 2 ناد اتش فوق في الجلايكوليسيس؟ ايوه، بس دول هيطلع الطاقه بتاعتهم هيتخرج من خلال الالكترون ترانسبورت تشين، اللي هي المرحله اللي بتتم جوه الميتوكوندريا برضو. يبقى لو حبيت برضو اقسم تقسيمه ثانيه لل 38 دول، هقول ان جوه الميتوكوندريا يبقى كام؟ جوه الميتوكوندريا هيخرج منهم 36 اي تي بي، وبره الميتوكوندريا يخرج اثنين بس، اللي هم اثنين اي تي بي الدايركت اللي خرجوا في الجلايكوليس. هتقول لي طب ما في الجلايكوليس كمان ثلاثه اندايركت. ما هو يا ابني الثلاثه اندايركت على شكل ناد اتش دول مش هيتحرروا او مش هيخرجوا على شكل اي تي بي غير في الالكترون ترانسبورت تشين اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا برضه. يبقى هو كله هيخرج جوه الميتوكوندريا، ال 36 هيخرج جوه الميتوكوندريا. اي تي بي مولكيول كونسيست اوف ادينين بيز. عارفين اي تي بي بيتكون من ادينين، ماشي، ترايفوسفيت، وجلوكوز شوجر، لا طبعا ريبوز شوجر، سكر خماسي اسمه سكر ريبوز. ساكسينيك اسيد اللي هو كان في النص ده كونتين 6 كربونات، لا الساكسينيك اسيد كان كونتين 4 كربونات بس. سو وان تين اوف كريبس، اثنين اي تي بي اس فورمد، لا كل واحد كريبس بيطلع لي واحد اي تي بي بس على شكل دايركت. 38 اي تي بي بروديوسد فروم انيروبيك، لا لسه والله احنا عارفين ان الانيروبيك ده هيطلع منه اثنين اي تي بي بس، لسه ما خدناهاش دي. او نغير بقى ايه، نكتب انيروبيك نكتب مكانها ايه، ايروبيك. Give reason the inner and outer membrane is the mitochondria contain folds. احنا قلنا كل اي حاجه في الدنيا ليه folds، because to increase the surface area of oxidation of glucose to produce more energy. Krebs cycle doesn't need energy. ليه؟ عشان Krebs cycle all the hydrogen get out from Krebs is received by NAD and FAD اللي هم الهيدروجين كاريرز. The formation of the intermediate compound of Krebs، او ليه لازم Krebs من كله على بعضه كده، to produce more energy وخلاص. What is the site of glycolysis؟ فين بيحصل الجلايكوليسيس؟ في السيتوسول part of the cytoplasm of the cell. فين بيحصل عمليه الاكسديشن اوف جلوكوز؟ هنقول له بقى كله، الاكسديشن اوف جلوكوز بيحصل في حته منه في الجلايكوليس بتحصل في السيتوسول، والالكترون ترانسبورت شين والكريبتس بيحصلوا جوه الميتاكوندري. شكرا.